واليوم انطلقنا بقوة في استيراد هذه المادة. عندنا مخزون ما يكفينا لستة أشهر، يعني مخزون أمني ومخزون غذائي، وقادرين أننا نضعفوه. هذا صادي بومسكو، على بالكم هذه المادة هي 100% يحولوها لبريفي. سيفري عندنا مؤسسة عمومية، لكن البريفي اليوم راهو يدي 90% أو 95% من حصص السوق، وبالتالي هم مدعوين إلى يعني رفع نسبة تخزينهم لهذه المادة. أمي عينيكم بأن هذا متعامل اقتصادي واحد مش هو الأكبر في السوق، كان اللي أكبر منه في السوق، لكن في خلال مخزون واحد شحال 42 ألف طن من المادة الأولية و 15 ألف طن من المادة المكررة اللي جاهزة للتسويق. يعني فوالا يوميا كملاحظة يوميا ظن راح يكون عندنا تتبع الشبكة، راح تكون انفورماتيزي باش نعرفوا لو كيلو اللي يروح للاندستريال على بالنا وشكون، واللي يروح للدوميسيل على بالنا وشكون. اولا باش نقدر نصب، لاننا نستورد نسبه كبيره من الماده الاوليه باش على الاقل نتحكم فيها. من جهه ثانيه ما لازمش نروحوا، باسكو على بالنا باللي كاين فيه بعض المظاهر المشينه في قضيه لو سوكر اندستريال، وانتم راكم دايرين لو باكي في السكر اندستريال. ماذا بينا احنا يعني السكر الاستهلاكي للعائلات على الاقل يكون بنسبه محترمه في. واليوم انطلقنا بقوه في استيراد هذه الماده. عندنا مخزون ما يكفينا لستة اشهر، يعني مخزون امني ومخزون غذائي، وقادرين اننا نضعفوه. هذا صادي بومسكو، على بالكم هذه الماده هي 100% يحولوها لبريفي. سيفري عندنا مؤسسه عموميه، لكن البريفي اليوم راهو يدي 90% او 95% من حصص السوق، وبالتالي هم مدعوين الى يعني رفع نسبه تخزينهم لهذه الماده. ونقول بان اليوم السكر الصناعي فقط وحده، اليوم سكر الاستهلاك العائلي فقط 2100 طن في النهار، وحنا عندنا قدره انتاجيه تتجاوز 10000 طن في اليوم. يعني رانا ننتج فقط 20%. نحن ما تكلمناش عن الندره، عمرها ما كانت ندره، وحنا لا ننساق في بعض الاحيان بعض المحاولات اللي ممكن من هنا وهناك، حنا ما ننساقش فيها، لان المواطن يعرف السوق تاعو والماده موجوده بكثره في كل الاسواق. فيه بعض الطلب في بعض الاحيان في الاسواق او في الولايات الساحليه، عندنا 14 ولايه ساحليه يطلع فيها الطلب في فصل الصيف، لان كل المواطنين الجزائريين يجوا باش يصيفوا في السواحل الجزائريه، وبالتالي الامر عادي ومتحكم فيه وما فيه ولا شيء. طالبوا باش اننا نسمحوا لهم يصدروا. احنا التصدير راح نقول لكم عليه يعني كموضوع، ما سمحناش بالتصدير. لماذا؟ لان لازم نتحكم في الماده او نتحكم في سعر الماده على المستوى العالمي، وعندما نستورد الماده بعمله صعبه يجب ان نتحكم في قيمتها المضافه وفي خلق مناصب الشغل باش انها تجيب لنا قيمه مضافه اخرى، ما نشريهاش بسعر ونصدرها بسعر اقل، لازم نصدرها بسعر اكبر، ونحاول اننا نستغل كل هذه الامكانيات الموجوده عندنا اليوم في مستوى مصانع التحويل الى انها تخلق لنا قيمه مضافه وتجيب لنا عمله صعبه اضافيه. عندما نتحكم في سلسله القيم هنا نقدر نبشر اخواني المصنعين اننا نسمح لهم بالتصدير، وهذا الامر راح يكون في القريب، ما نقولوش العاجل، لكن في القريب ان شاء الله راح نكون عندما ننتهي من سلسلة القيم راح ننتقل إلى السماح لهم في التصدير وولوج أسواق عالمية إن شاء الله.